بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم عن توتوريال هو الـ XSS Attacks. الـ XSS هنعمل التوتوريال دوت، هيبقى جزئين. أول جزء هيبقى عبارة عن الفلترة والثيوريتيكال بتاع الـ XSS، هنتكلم عنها شوية نظري، وهنتكلم عن الميكانيزم بتاعها، ونتكلم عن إزاي تحمي نفسك من الـ XSS عن طريق الأكواد اللي أنت هتكتبها. مثلا فلترة على الـ input اليوزر هيكتب فيه الحاجة. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هنتكلم عن الهيدرز اللي المفروض تبقى موجوده عشان خاطر تحمي نفسك بيها من الاتاكس برضو، وفي نفس الوقت هنتكلم، ممكن نتكلم عن الباي باسنج للواف. الواف ويب ابلكيشن فاير وول دوت، بيكون عباره عن تطبيق، هو ابلكيشن فبيكون عباره عن تطبيق. التطبيق دوت بيكون بيحميك من حاجات معينه، زي مثلا ثغرات معينه، مثلا فايل انكلوجن، الاكس اس اس اتاكس، اس كيو انجكشن، وهكذا. بس في نفس الوقت التطبيق دوت بيكون عباره عن اكواد معينه، والاكواد ديت ممكن تقدر انك تعمل لها باي باس. فبالتالي احنا ممكن نشوف حبه من التكنيكس دول بتوع الباي باس، وبرده ممكن نتكلم عن الاس كيو انجكشن برده باي باس ليها من الواف، ودوت هيكون ان شاء الله في الجزء الثاني. طيب فخلينا دلوقتي نتكلم عن الجزء الاول وهو الاكس اس اس، ونبتدي باهم حاجه في الموضوع اللي هو الميكانيزم بتاع الاكس اس اس. اكس اس اس عباره عن كروس سايت سكريبتنج. سكريبت ده معناها ان هي بتشتغل بسكريبتات. فالسكريبتات ديت بتكون انواع معينه من السكريبتات، طبعا مش كل السكريبتات اللي انت عارفها بتقدر تشتغل بيها في الكروس سايت. طيب الميكانيزم بتاعت الاكس اس اس، الاكس اس اس في الاول يعني بشكل اساسي بتعتمد على حاجه معينه، وهو التراست بتاعت اليوزر. اليوزر بتعتمد ان هو يكون، يعني بتعتمد على الوعي بتاع اليوزر. طبعا احنا عارفين ان اليوزر لما بيكون دخل على الموقع بيكون مثلا بيدور على خدمه معينه وهكذا، فبالتالي اي حاجه بتظهر من الموقع بيكون اليوزر فاهم ان الحاجه اللي بتظهر ديت عباره عن حاجه الموقع نفسه هو اللي مقدمها له. فنفترض مثلا عندك لوجن بيج، اللوجن بيج اللي جايه ديت اليوزر هيشوفها، هيعمل مثلا عليها، يكتب مثلا اليوزر نيم والباسورد بتاعه ويعمل لوجن عادي جدا. دوت حاجه الموقع مقدمها له، مثلا لينك بيعمل داونلود، اللينك دوت هو الموقع هو اللي مقدمه له، هو اللي مقدمه له. ولكن ما يعرفش ان ممكن يبقى فيه عامل خارجي، ثيرد بارتي مثلا، العامل الخارجي دوت يقدر يتدخل برضه في الموقع ويعمل حاجه معينه ويقدمها لليوزر. بس طبعا عشان خاطر قله الوعي بتاعت اليوزر بيبقى فاهم ان كل حاجه بتحصل في الموقع هي بتحصل من البروجرامر اللي عامل الموقع دوت، بيبقى مفيش اتاكر او في اي حد تاني او طرف تالت بيكون له علاقه بالموضوع دوت. فعشان كده قله الوعي ديت بتخلي الاكس اس اس سهله جدا ان انت تعملها على اليوزرز. وطبعا الاكس اس اس يعني لو ضفت عليها سوشيال انجينيرنج بيكون يعني حاجه نتيجتها مفاجاه، ما بتبقاش قادر تستوعب النتيجه بتاعتها ودوت، لان العواقب بتاعتها تكون وخيمه جدا، فبتقدرش توقف حاجه زي كده. فالاكس اس اس بشكل اساسي بتعتمد على التراست والسوشيال انجينيرنج. كل ما بيكون الاتاكر فاهم سوشيال انجينيرنج كويس وعارف ازاي يخدع اليوزر وكمان يخدع المبرمج، بيكون سهل جدا ان هو يجيب نتائج كويسه جدا. طيب يخدع اليوزر ازاي؟ ونفترض مثلا ان انا عندي لوجن فورم. اللوجن فورم دوت مكتوب عليه يوزر باسورد وكلام زي كده. الاتاكر ممكن يعمل ايه؟ يجيب لوجن فورم برضو من عنده، ويحط مثلا مكان اللوجن فورم بتاع البروجرامر اللي هو عامله يعمل عليه لوجن فورم فوقيه. فيبقى اللوجن فورم اللي اليوزر بيفكر يخش عليه دوت مش اللوجن فورم بتاع البروجرامر، دوت اللوجن فورم بتاع الاتاكر. فبالتالي بيكون اي حاجه انت بتكتبها في اللوجن فورم دوت ما بيكونش مبعوث لليوزر، ما بيكونش مبعوث للبروجرامر دوت الموقع بتاع البروجرامر او الداتابيز، ده بيكون مبعوث للاتاكر. في حاجات زي كده كتير جدا هديت هنتكلم عنها بامثله عمليه كمان شويه. طيب دلوقتي ايه البيرفكت بريفنشن؟ يعني خلينا دلوقتي عشان بس نبص على العناصر اللي احنا شغالين فيها. طيب دلوقتي ايه البيرفكت بريفنشن للاكس اس اس؟ الاكس اس اس لما بتيجي تفكر ازاي تحمي نفسك منها، الاكس اس اس عامه بتيجي من مثلا اليو ار ال، بتيجي برضو من الجافا سكريبت، وبتيجي من الايمج. فبشكل اساسي عشان خاطر تحمي نفسك بيرفكت بريفنشن من الاكس اس اس لازم تكون مثلا منزل الادسون بتاع نو سكريبت دوت، يعني حاجه كويسه جدا عشان خاطر تحمي نفسك بيها، وبتعمل ديسيبل لكل السكريبتات اللي ممكن تشوفها والايمجز اللي ممكن تشوفها. فبالتالي تخيل الموقع اللي انت هتيجي تفتحه ما فيهوش اي سكريبتات، ما فيهوش اي صور،
فكل الصور اللي انت هتشوفها هتبقى بروكن. انت كيوزر عادي هل هتتحمل انك تشوف موقع بالمنظر ده؟ اعتقد لا. برضو في مواقع مهمة جدا بتخلي الجافا سكريبت، يعني مثلا حاجة زي الفيسبوك، الجافا سكريبت اللي موجودة عنده لو انت فكرت تعملها ديسيبل هتلاقي الموقع مش هيشتغل، وهيقول لك اعمل انيبل للجافا سكريبت. فبالتالي في امكانيات كتيرة جدا الجافا سكريبت بتتيحها للموقع، وعشان خاطر اليوزر يتمتع بسكيلز معينة او انيميشن كويس. فعشان كده بتبقى الجافا سكريبت مهمة جدا. بس كل ما بيبقى فيه جافا سكريبت في الموقع، او كل ما بيبقى فيه مثلا اتش تي ام ال كتير، او في خواص زيادة بتبقى في الموقع، تقدر تقول ان انت بتدي مساحة كبيرة او تدي مساحة اكبر للاتاكر ان هو يعرف يستغل حاجة زي كده. فتقدر تقول ان في مقياس عالمي، كل ما بتضيف مزايا اكتر في الموقع كل ما بتضيف ثغرات اكتر في الموقع. دوت ميجرمنت، جلوبال ميجرمنت، حاجة مهمة جدا لازم تعرفها. طيب احنا قلنا من شوية ان السكريبتات ممكن تبقى انواع. طيب السكريبتات ديت بتكون يعني محطوطة ليه، او ايه الخدمة اللي هي ممكن تقدمها للسكريبتات ديت؟ اولا الاكس اس اس احنا قلنا كل ثغرة وبيكون ليها البيرفكت كومبينيشن بتاعتها. فاحنا اتكلمنا عن الفايل انكلوجن، ممكن يكون البيرفكت كومبينيشن بتاعتها ايه؟ الاكس اس اس البيرفكت كومبينيشن بتاعتها السيشن هاي جاكينج والستيلينج اكوكي او الكوكي تيفت، او مثلا ان الكوكي ما بتكونش متامنه كويس. فلو انا عملت اكس اس اس اتاك على موقع معين، بالتالي اكبر حاجه او احسن استخدام ان انا استخدمه للاكس اس اتاك هو انك تسحب كوكي بتاعت يوزر مثلا، او تسحب كوكي بتاعت ادمن، وهكذا. تسحب مثلا سيشن هاي جاكينج لاكونت معين انت بتستهدفه، وهكذا. فلو صادف ان الكوكي ديت مش معمول عليها سيكيورتي، او الكوكي ديت لو الاتاكر يقدر يعمل عليها اكسس بالجافا سكريبت، يبقى كده سهل جدا انه يعمل امبرسونيت لليوزر دوت. فبالتالي لو الموقع عندك فيه اكس اس اس وفي اكس اس اس وكوكي، يبقى سهل جدا انت يعني بتدي الموقع بتاعك بتسلمه للاتاكر على طبق مفضل. طيب ايه انواع السكريبت اللي احنا ممكن نشتغل بيها؟ السكريبتات اللي احنا هنشتغل بيها ملهاش علاقه طبعا بالبي اتش بي، لان البي اتش بي سيرفر سايد، فبالتالي محتاج انها تكون معمول لها كومبايل عن طريق سيرفر، فبالتالي مش هنقدر نشتغل بحاجه زي كده. الحاجه اللي نقدر نشتغل بيها كذا نوع من السكريبتات، طبعا اولهم الجافا سكريبت. ناس كتيره جدا تقول لك الجافا سكريبت عباره عن لغه مهمه جدا بالنسبه للاتاكرز، اللغه المفضله تقريبا للاتاكرز عشان خاطر بيسحبوا بيها حاجات كتيره جدا. فبالتالي الجافا سكريبت لو استخدمتها بطريقه ايفل شويه او طريقه شريره شويه، بتقدر تسحب بيها حاجات كتيره جدا، وتقدر تسخرها انك تستخدم بيها حاجات كتير. مؤخرا برضو جاي معاها ال HTML5، فدوت هنقوله في وقته. بس خلينا نشوف انواع السكريبتات اللي احنا ممكن نشتغل بيها. اول حاجه في مثلا ممكن نشتغل بالتاج سكريبت. تاج سكريبت دوت بيكون محطوط للجافا سكريبت، ودوت المعروف، وبرضو بيكون معمول للفيجوال بيزك. السكريبت دوت او التاج دوت بنستخدمه عشان خاطر نعمل انسيرتنج للداتا. الداتا دي طبعا هتكون يا جافا سكريبت هتكون فيجوال بيزك. المثال العام اللي احنا هنشتغل بيه هيكون على الجافا سكريبت، مش هنشتغل على الفيجوال بيزك. بس لو في اتاكر فاهم فيجوال بيزك ممكن يستخدم فيجوال بيزك ويستغل الموضوع دوت ويسحب منك داتا معينه. طيب في برضو اوبجكت. الاوبجكت برضو نوع من انواع السكريبتات. الاوبجكت دوت بيكون معمول للحاجات، مثلا للتاج اللي هو عامل زي الفيديو مثلا، او في برضو اوديو. عامة الحاجات اللي بتكون محتاجة يو ار ال، او مثلا حاجات تكون محتاجة كنترول زي الفيديو والاوديو، مثلا تعمل ميوت، تعمل الكنترولز نفسها اون او اوف، اللي هو يقدر يعلي الصوت وهكذا، يقدر يعمل لوب، حاجات زي كده. فالحاجات اللي تكون محتاجة كنترول دوت بيكون الاوبجكت دوت، بيكون نوع تاني برضو من السكريبتات اللي احنا بنشتغل بيها. فدوت برضو حاجه تقدر تشتغل بيها كسكريبتات، تقدر تستغل بيها في الاكس اس اس. في نوع تالت برضو هو الابلت. الابلت برضو بتستخدمه في الجافا. ابلت برضو دوت حاجه ديبريكيتد شويه، بس يعني بيستخدموه برضو، مفيش اي مشكله. طيب في برضو نوع تاني اعتقد الاي فريم. الاي فريم دوت مهم جدا، بيشكل مشاكل كبيره جدا، يعني حتى وصل بيه ان الهيدرز، في هيدرز مخصوصه بتقفل الاي فريم دوت من كتر ما هو بيقدر يعمل حاجات شريره. طبعا الاي فريم هنتكلم عنه ليه مثال مخصوص الاي فريم دوت، عشان خاطر ده حاجه شريره جدا، لازم تستوعب هو بيعمل ايه بالظبط في الموقع، ممكن الايفلنس بتاع ممكن يعمل ايه في الموقع بالظبط. فعشان كده دوت ليه مثال عملي. الاي فريم من مشاكله الكبيره ان هو بيقدر يعمل لك ديليفر السورس بتاعه، ممكن يوديك على موقع معين. الموقع المعين دوت بيكون انت رايح له من غير ما تاخد بالك اليو ار ال بيكون ثابت. فلنفترض مثلا ان انت عامل اي فريم السورس بتاعه اتش تي تي بي اس مثلا جوجل دوت كوم،
وبعد كده انت مثلا جبت الاي فريم ده وقمت فتحته في الموقع عندك. فالاي فريم لما تفتحه في الموقع هتلاقي ان انت عندك فعلا السورس جوجل دوت كوم، وهتلاقيه مثلا في مربع معين. المربع ده لو هو مثلا حاجه كبيره بتلاقي فيه سكرول كده بتقدر تقلب بيها، تقدر تنزل بيها وتطلع بيها. ولما تيجي تبص عندك في اليو ار ال فوق هتلاقي ان اليو ار ال بتاعك هو نفس الموقع بتاعك اللي هو اللوكال هوست. فبالتالي انا ممكن استغل الاي فريم دوت ان انا اعمل ديليفر لليوزر للموقع بتاعي، وفي نفس الوقت هو ما يعرفش ان هو في الموقع بتاعي، وانا بستغل حاجات معينه بالاي فريم دوت. فهنشوف حاجه زي كده طبعا مثال عملي ان دي حاجه شريره جدا لازم نشوفها. طيب احنا قلنا الاتاكر ممكن يستخدم يعمل ستيل للكوكي ويقدر يجيب السيشن، وديت حاجه مهمه جدا. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ ساعات كتير جدا تيجي تفتح الفيسبوك تلاقي الموقع مثلا يقول لك حاجات كتيره جدا متداوله، اللي هي بوستات الكتيره المتداوله اللي احنا بنشوفها على طول، يقول لك مثلا حاجات اللي هي الحاجات بتاعت يقول لك مثلا حاجه زي شاهد قبل الحذف والحاجات الغريبه اللي هم بيطلعوها ديت. مثلا يقول لك افتح الموقع دوت انا جبت منه مثلا موبايل جديد، او عرفت اجيب حاجات معينه من هناك، وهكذا. الحاجات ديت انت ما بتبقاش واخد بالك منها، الحاجات ديت متداوله بكثره. الحاجات ديت ايه الفايده منها؟ الحاجات دي مثلا يوديك على لينك معين. اللينك معين دوت لما تيجي تروح تفتحه تلاقي ان في اللينك دوت مثلا يقول لك دوس لوجن مثلا هنا، انت كده خلاص طلعت بره الفيس. طالما طلعت بره الفيس دلوقتي، الفيس انت مش تحت حمايه الفيس، انت دلوقتي رايح تحت موقع، الموقع دوت بيخضع تحت بروجرامر تاني دلوقتي. فالاتاكر دوت، ونفترض ان الموقع دوت ده ليه اتاكر نفسه مخصوص دومين، هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي في الكاتيجورايزنج للاكس اس اس. بس دلوقتي خلينا نتكلم ان في دخلت مثلا على الموقع دوت فلقيت مثلا بوتن، او لقيت مثلا زرار سبميت. فزرار السبميت ده بيقول لك اعمل لوجن مثلا، جيت تفكر تعمل لوجن، فعلى اللوجن دوت زرار اللوجن نفسه عليه ديف معين. الديف دوت ايمج سورس مثلا، الويدث بتاعها 1 بيكسل في 1 بيكسل، الهايت والويدث بتاعها 1 بيكسل، فبالتالي مش هتقدر تشوف. فتيجي مثلا تدوس على زرار السبميت ما فيش حاجه بتحصل. تقريبا الموقع مثلا فيه حاجه بايظه، ده تقريبا اللي تقدر تقوله لو انت يوزر عادي. فبالتالي تقول الموقع فيه حاجه بايظه، مش مهم، خلاص تقوم تمشي. اللي انت ما تعرفوش ان السبميت دوت كان عليه لوجن، كان عليه ايمج سورس 1 بيكسل في 1 بيكسل، عليها كود جافا سكريبت. كود الجافا سكريبت دوت سحب الكوكي بتاعتك، او سحب السيشن بتاعتك، السيشن اللي هي كوكي برضو. الكوكي نوعين، هنتكلم عن الموضوع دوت في التوتوريال بتاعها. فبالتالي قدر يسحب الداتا بتاعتك، انت مش واخد بالك، بتقول ان الموقع بايظ، بس الموقع مش بايظ، الموقع بيعمل حاجات زي كده عشان خاطر بيسحب داتا معينه ليك. برضو بتفتح مثلا موقع، او تفتح مثلا زي ما بيحصل في المواقع العربيه كتير لما بنيجي نشوف حاجه زي كده، تيجي تفتح موقع انا عايز اعمل داونلود لحاجه معينه، تلاقيك بتروح في مواقع كتيره جدا من غير ما تعرف ايه اللي بيحصل. معظم المواقع اللي انت بتروح لها ديت، لو انت فاتح مثلا موقع تاني جنب الموقع دوت، بيسحب كوكي عندك في الجهاز، مثلا يكون بيسحب اكسس معينه وهكذا. ساعات تصادف انك فتحت موقع، وبعد ما فتحت الموقع دوت بعدها بيومين ثلاثه او حاجه زي كده، تلاقي ان الفيسبوك بتاعك اتهكر. ازاي هو الموقع ما اتهكرش، او الاكونت بتاعك ما اتهكرش؟ تقول الموقع اتهكر ازاي؟ الموقع الاكونت بتاعك ما تهكرش، كل ما في الموضوع ان الكوكي بتاعتك اتسحبت بس مش اكتر. انت رحت على موقع معين، الموقع معين دوت قدر يسحب الكوكي بتاعتك، او عرف يعمل اكسس على التوكن بتاعت الموقع بتاعك، وانت بنفسك سمحت للتوكن ديت انها تتسحب لما كنت مثلا بتفتح ابلكيشن معين او حاجات زي كده، والتوكن ديت اتسحبت فراحت لليوزر، وطبعا او راحت للاتاكر ساعتها بقى ما بقاش يوزر، الاتاكر ده سحب الداتا ديت، وبالتالي قدر يستغلها في الماليشس، او الداتا اللي هو دلوقتي الداتا بتاعتك بقت تحت سيطرته، فبالتالي بيعمل حاجات معانا بقى بالداتا ديت. طيب فعشان كده يعني ريكومنديشن، ما تشتغلش، ما تخشش في حاجه انت ما تعرفهاش، ما تدوس مثلا على الحاجات اللي انت بتشوفها اللي هي مالهاش لازمه ديت، اللي هي اقول لك مثلا في اعلان افتح موقع اوتو لايك، الحاجات ديت مالكش دعوه بيها خالص، ان الحاجات ديت بتسحب الاكسس بتاعتك. طيب ديت حاجة بالنسبة للفيسبوك، ديت كانت لازم تعرفها لأنها حاجة مهمة جدا. طيب في برضه ناس تقوم تعمل لك انفيزبل فورم، يعني الفورم فوقيه فورم، والفورم دوت تسحب يسحب داتا منه. مثلا تلاقي فورم فوقيه فورم، الفورم دوت تيجي تكتب مثلا الداتا بتاعتك وتبعت لها لوجن، تلاقي اللوجن دوت مش مبعوث لليوزر، دوت مبعوث للاتاكر. ديت مهمة جدا، فلازم تاخد بالك ان اللي انت داخله دوت سورس معين، او سورس تراستد، عشان الداتا بتاعتك ما تتسحبش لحاجه معينه. طيب اللي بيحصل طبعا كل الاكس اس اس وكل الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها، ده بيحصل عشان خاطر الانبوت مش معمول سانيتايزنج، مش معمول سانيتايزنج خالص. طيب الاكس اس اس عامه بشكل عام بتحصل في الانبوت،
والانبوت اللي هو يا اما انبوت كده او بتحصل في اليو ار ال. يعني بالنسبه لي بتعامل كالانبوت هو عباره عن انبوت اللي انت بتشتغل فيه عادي، عباره عن فيلد بتكتب فيه، واليو ار ال دوت بالنسبه لي الانبوت اللي انت بتشتغل عليه. فاي حاجه بتعمل انسيرتنج للداتا لو مش معمول لها سانيتايزيشن سهل جدا ان انا اخترقك عن طريق الاكس اس، ونشوف مثال عملي على حاجه زي كده كمان شويه. طيب في حاجه تانية اللي هو دلوقتي الكاتيجورايزنج للاكس اس اس، وده بقى عباره عن ريموت سايت، ريموت سايت ولوكال سايت. عشان خاطر تفهم الريموت سايت واللوكال سايت خلينا نفهم بس الموضوع ده بمثال عملي دلوقتي بقى، خلينا نتكلم بمثال عملي احسن من كده. خلينا نتكلم عن اكزامبل مثلا معين على الميوتيلي دي. فمثلا انا لو جربت ان انا اعمل كده مثلا، خليني اكتب 192 اكتب، هتلاقيه بيكتب لك عادي جدا الاي بي بتاعك، لان هو دلوقتي اللي مستنيه منك وبيعمل لك اكسكيوت للبنج او حاجه زي كده، فبيضطر ان هو يشوف الاي بي بتاعك. خليني اجرب مثلا اعمل كده، خليني اجرب اعمل كده مثلا سكريبت اليرت. هتلاقي ان في اليرت. طيب طبعا الجافا سكريبت بتعمل لها اكسكيوشن. جافا سكريبت لما بتيجي تشتغل مع ال لما بتيجي تشتغل مع البراوزر، البراوزر بيشتغل مع الجافا سكريبت عادي جدا، بيستجيب معاها كويس جدا. طبعا الجافا سكريبت بيبقى عليها اكسس لحاجات معينه كتيره، بس الحاجات المعينه ديت بتبهدل الدنيا خالص، فعشان كده بيبقى في ريستريكتد اريا شويه على الجافا سكريبت، عشان خاطر الاكسس بتاعتها ممكن توصل لحاجات كتيره، مثلا فايل في السيستم وهكذا. طبعا الجافا سكريبت لو يعني لو في هاكر فاهم جافا سكريبت كويس او اتاكر فاهم جافا سكريبت كويس، ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا بالاكسس. الاكسس اس متصنفه الاول عالميا في الاتاكس بتاعتها دوت. طبعا عشان خاطر الاستغلال بتاعها بيكون سهل جدا بالنسبه للاجانب، يعني بالنسبه للعرب الاكسس اس صعب ان هم يستخدموها شويه، فبيكون يعني ممكن لو في يوزر شاف او لو في اتاكر شاف اكس اس اس ما يعرفش يتعامل معاها كويس، او في مثلا فلتره بشكل جزئي على الانبوت ما يقدرش يكتب مثلا اكواد معينه هو عارفها، فيقول لك خلاص انا مش عارف اشتغل مع الاكس اس اس، او مش عارف استغل الاكس اس اس صح، فبيسيب الثغره. بس الاكس اس اس هي الاولى عالميا في الاستغلال، وده عشان خاطر انها سهله، الاجانب سهل جدا ان هم يستخدموا حاجه زي كده. طيب دلوقتي انا عرفت اعمل البيزك تيست للاكس اس اس، دايما بيكون اللي انا عامله من شويه اللي هو الاليرت دوت. طيب خليني اشوف دلوقتي مثال عملي من عندي انا اللي عامله، بعد كده نرجع للميوز اللي دي. طيب انا دلوقتي عامل دلوقتي داتابيس، الداتابيس ديت فيها الاي دي واليوزر نيم والستيتس. المفروض ان الستيتس المتوقع منها انها يكون فيها 0 او 1 وحاجات زي كده، بس انا دلوقتي حاطط في الستيتس ديت كود جافا سكريبت. انا كنت عامل الكود دوت غير كده خالص، كنت عامل كود دلوقتي ان هو عباره ان هو مجرد بس ما تفتح الموقع بيسحب كوكي، وبعد كده بيرجعك بيعمل لك هيدر على موقع تاني. فطبعا الكود دوت يعني تجنبا بس ان الكود دوت ممكن حد يستخدمه في حاجه ماليشس، ممكن يستخدمه ضد حد وهكذا، فعشان كده اضطريت ان انا امسح الكود دوت خالص وما اشتغلش بالكود دوت، واشتغل بحاجه تانية خالص. طيب طبعا انا لما اكون شغال بالستيتس، شغال في الستيتس في الداتابيز هنا، يعني صعب انك تستوحي الفكره عن الفكره الاساسيه اللي انا كنت عاملها، فالموضوع بعيد عن بعضه شويه، فبالتالي هيكون اضمن شويه او كسيكيورتي بالنسبه لي اضمن شويه ان انت ما تشتغلش بحاجه زي كده. طيب فخلينا دلوقتي نروح نشوف على البي اتش بي ستورم الاول، بس خلينا نروح نشوف ادي الكود الاكس اس اس عادي. دلوقتي انا عامل ايه؟ عامل كونكشن على الداتابيز، عامل سيت للكوكي. لو مفيش الست جيت لليوزر نيم هعمل الاكزيت، هعمل بريبير بحيث، وطبعا البريبير عامل عليه اس كيل انجكشن افويد، بعد كده هعمل فيتشر الاوبجكت، وبعد كده اعمل ايكو لليوزر نيم، واعمل ايكو للستيتس اللي هي اللي موجوده جوه. فبالتالي انا لو جيت دلوقتي اعمل مثلا يوزر نيم، وخليني اشيل مثلا اكتب مثلا مارفل، هتلاقيه بيقول لك ايكو للمارفل، ايكو مارفل عادي مفيش اي مشكله. ده عشان خاطر احنا عاملين فيتش اوبجكت، وبعد كده عاملين ايكو لليوزر نيم. طيب خليني دلوقتي اروح اجرب ابص على الاتاكر. الاتاكر عامل ايه؟ عامل اس جيت للكوكي، فايل بيلد كونتنت للفايل دوت تكست للمتغير الكوكي اللي هو هيجي لي كمان شويه، وبعد كده اعمل هيدر للوكيشن اكس اس دوت بي اتش بي كان مفيش اي حاجه حصلت خالص. طيب خلينا دلوقتي بقى نشوف المثال عامل ايه ممكن يحصل. طيب انا دلوقتي كتبت فلير، لان دوت الستاتس اللي مكتوب عليها الحاجه
هلاقي ان انا جت اكس اس تاني، انا اتكتبت فلير هنا لثانيه وبعد كده رحت بعد كده رجعت مفيش فلير تاني. طب ايه اللي حصل؟ خلينا بقى نروح دلوقتي نروح نشوف في الاوكت عندي ايه اللي حصل. خليني ابص هلاقي ان الفايل التكست اتكريت، هفتحه ابص عليه هلاقي ان في مارفل باسورد هنا، وكمان جاب لي كل الكوكي اللي موجوده في الموقع عندي اللي هو السيشن، السيشن اي دي وهكذا. طيب فبالتالي انا دلوقتي اقدر اسحب كوكي. تخيل لو الكوكي ديت، يعني خلينا نرجع بقى تاني هنا ونعمل نكريت الكوكي عادي ونعمل مثلا كده. طبعا بس عشان خاطر تكون فاهم احنا بنعمل ايه، خلينا نروح نعمل سيت كوكي، نجيب بس البارامتر ساعتها قدامك عشان خاطر تبقى فاهم احنا بنكتب ايه بالظبط. لو انا دلوقتي جيت وقمت عملت هنا دلوقتي، انا الطبيعي اللي انت عارفه عن الكوكي انها بتكون فيها الكي والفاليو او النيم والفاليو، وبعد كده الاكسبيريشن بتاعها امتى، التايم بتاعها، وبعد كده الباث والدومين، وبعد كده السكيور والاتش تي تي بي اونلي. انا ما يهمنيش كل ده خالص، انا كل اللي يهمني هو دوت. فبالتالي انا لو جربت اعمل دوت وخليته هو دوت معمول فولس، معناها ان انا اقدر اعمل اكسس بالجافا سكريبت اللي هو من شويه انا كنت لسه عامله هنا اهو. خليني اجرب مثلا افتح الكونسل هنا واكتب دوكيمنت دوت كوكي، هتلاقي ان قادر اعمل اكسس بالجافا سكريبت عن طريق دوكيمنت دوت كوكي، واجيب الداتا هنا اهو. وده برضو اللي بيحصل هنا لو تاخد بالك، هتبص هنا في الاتاك، هتبص هنا في الداتابيس، هتلاقي هنا انا كاتب دوكيمنت الكوكي. فبالتالي انا لو عارف احمي الكوكي ديت صح، او عرفت اعمل سانيتايزنج على الكوكي ديت صح، هتلاقي ان لما اجي ابص على الكوكي ديت مش عارف اسحب الكوكي ديت، ولو سحبتها اسحبها فاضيه. فديت اهميه ان الكوكي تكون معمول عليها سانيتايزيشن فتكون محميه كويس. طيب ده دلوقتي اللي انا عملته بالنسبه للاكس اس. الاكس اس اللي انا عملته دلوقتي دوت بيتعمل تحت تو تايبس اكشلي، ريفلكتد وفي نفس الوقت ريموت سايت، ريموت سايت وريفلكتد. في انواع الاكس اس اس ثلاثه ودول هنتكلم عنهم كمان شويه، الريموت سايت واللوكال، دول بقى اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. احنا دلوقتي شرحنا مثال عملي، خلينا نفهم ايه اللي حصل بالظبط، يعني ايه ريموت سايت في الكاتيجورايزنج واللوكال. طيب اللي حصل دلوقتي ايه في الريموت سايت؟ انا دلوقتي هفترض ان انا فاتح الموقع اكس اس اس عادي، فبالتالي انا دوست اليوزر نيم بتاعي اللي هو فلير، انا قاعد في الموقع عندي عادي. ولكن اللي انت ما تعرفوش، انت اول ما كتبت يوزر نيم دوت عادي وكتبت الايكو للستيتس ديت، فالستيتس ديت اتنفذت، فبالتالي الموقع دوت راح من هنا، بالتالي راح من هنا لما عملت ايكو للكلام دوت، فعمل دوكيمنت ابلكيشن كانه عمل هيدر على موقع تاني. الموقع التاني دوت اللي هو انا بس عشان خاطر اعمل لوكال هوست هنا دلوقتي، بس نفترض دلوقتي ان انا فاتح الموقع مثلا دوت لوكال هوست دوت كوم، لوكال هوست دوت كوم دوت فاتح عليه وانت عملت كوكي، بالتالي الاتاكر عرف على الموقع عندي يسحب، لقى انبوت مثلا مش متفلتر كويس، فبالتالي لما فتح الانبوت دوت قدر يستغل وان يعمل دوكيمنت ديبليكيشن، فراح يقدر يعمل ديليفر على الموقع التاني، الموقع التاني دوت اللي هو ايفل ويب سايت دوت كوم مثلا. فانا لما جيت مثلا فتحت الموقع دوت عادي وقدرت انفذ اللي اليوزر اللي الاتاكر كتبه لي اللي هو دوكيمنت ديبليكيشن، وصلت للحته ديت اللي هو بتاع الدوكيمنت ديبليكيشن، فبالتالي الموقع الكود دوت اتنفذ، فرحت على الموقع بتاع الاتاكر اللي هو ايفل ويب سايت دوت كوم. الايفل ويب سايت دوت كوم لما رحت له لقيت ان في هناك بيسحب الكوكي بتاعتي وبعد كده بيرجعني زي ما كنت بالهيدر تاني. فاللي حصل هنا الريموت سايت، ان انا رحت لموقع تاني وبعد كده رجعت تاني. اللي حصل ان في موقع من بعيد بره الصوره خالص هو بيسحب الداتا عندي، بيسحب الداتا بتاعتي وبعد كده بيرجعني على الموقع بتاعي تاني. دوت الريموت ويب سايت. في اللوكال ويب سايت ودوت بيكون عن طريق الستورد، اللي احنا عملناها دلوقتي ريفلكتد واللوكال عن طريق الستورد. الستورد الانواع دي هنتكلم عنها كمان شويه، بس اللوكال عن طريق برضو ان اليوزر فاهم ان كل حاجه بتحصل في الموقع زي ما كنا قايلين من شويه عباره عن البروجرامر هو اللي عامل الخدمه ديت ومقدمها لي، ما يعرفش ان في حاجه ثانيه، ممكن في طرف ثالث ممكن يخش يعمل حاجه على الموقع دوت ويعدل فيه. فبالتالي
خلينا نفترض دلوقتي مثال عملي، انا واحد دلوقتي هفتح موقع، اعمل لوجن على موقع مثلا شوب كارت، هشتري حاجه معينه وهكذا. الاتاكر وصل للموقع دوت، ولنفترض ان في صوره معينه، الصوره ديت عباره عن بشتري حاجه معينه، مثلا زرار مثلا باي تحت الصوره ديت. الزرار باي دوت بيخليك تحول البيمنت بتاعك بالباي بال مثلا قيمه مثلا 10 دولار على حاجه. فبالتالي اليوزر او الاتاكر عرف يوصل يعمل اكسس على الحته ديت السبميت دوت، وقدر يغير الداتا بتاعته، بدل ما يخليها 10 دولار يخليها 200 دولار. يقدر يعمل كده لان انت مش عامل سانيتايزنج. فبالتالي اليوزر داخل يشتري الحاجه ديت، هو فاهم انها ب 10 دولار، والقيمه بتاعته في التايتل القيمه اللي فوق كلمه باي ديت ان البرايس بتاعها 10 دولار، فبيدوس 10 بيدوس على الزرار، ففاهم ان هو هيتسحب منه 10 دولار. بس دوت مش حاصل خالص. اللي بيحصل ان هو اتسحب منه 200 دولار من غير ما يعرف ايه اللي حصل. فايه اللي حصل هنا؟ الثغره حصلت لوكال، الموقع هو اللي فيه الثغره، والاستغلال برضو هو في الموقع نفسه لوكال. فبالتالي الموضوع لوكال سايت، من لوكال سايت لابلكيشن سايت، يعني الثغره اتوجدت في الموقع وفي نفس الوقت الثغره اتنفذت في الموقع. فدوت الفرق بين الريموت واللوكال. طيب الفرق بقى بين انواع الثغرات ودوت هنتكلمه كمان شويه. خلينا بقى دلوقتي نبص على حاجه معينه، نتكلم بقى مثال عملي شويه، احنا اتكلمنا نظري كتير. خلينا نبص على الانبوت هنا. لو انا فكرت مثلا اعمل سكريبت زي ما احنا كنا لسه عاملين من شويه. طيب فلو فكرت ان انا اسحب الكوكي، هقدر اعمل اسحب كوكي عادي بالدوكيمنت الكوكي. طيب احنا كنا قايلين ما تعملش سانيتايزنج خالص بالجافا سكريبت او الجي كويري، دوت سترونجلي ريكومندد، عشان الجافا سكريبت والجي كويري ممكن تعمل لهم باي باس. لو انت مش مصدق حاجه زي كده، خلينا نشوف مثال عملي. دلوقتي انا دلوقتي كلاينت سايد سكيورتي، كلاينت سايد سكيورتي يعني معناها شغال سانيتايزنج بتاعي بالجافا سكريبت او الجي كويري، وممكن اكون شغال ب اتش تي ام ال، ده حاجه كلاينت سايد. طيب خليني دلوقتي انا بص ممكن اعمل اخترق حاجه زي كده ازاي. خليني مثلا اكتب سكريبت زي ما كنا لسه كاتبين من شويه. هو حتى كمان عامل لي الماكس لينس بال اتش تي ام ال انتيتي بال اتش تي ام ال عن طريق ريكوايرد، فمش عارف اكتب اكتر من كده. الطريق يعني دلوقتي لو انا جربت اعمل لوجن، مش هتلاقي ان انا عارف اعمل لوجن عشان خاطر عايز ريكوايرد، وفي نفس الوقت عامل الماكس لينس مثلا ولنفترض 20 او حاجه زي كده، فانا مش عارف اكتب الرقم دوت. طيب انا ممكن اعدي الكلام دوت، احنا هنشرح الكلام دوت في الانبوت فاليديشن اكتر، بس انا ممكن اكتب، ممكن اوصل مثلا في اتش تي ام ال واوصل بالانسبكت هنا على الكود دوت، هلاقي ان هو السايز بتاعي، هلاقي ان السايز بتاعي 20. ممكن اغير في السايز. طبعا الانسبكت اليمنت انا بشتغل عليها لمجرد الريكوست بتاعي، لو عملت ريفريش الحاجه اللي انا بشتغل عليها ديت بتروح. فبالتالي انا ممكن اغير السايز، ممكن اغير الاوتو فوكس، ممكن اغير الماكس لينس اللي انا شغال عليه، ممكن اغير الريكوايرد. فبالتالي انا لو قدرت اغير الكلام ده كله، ده كلاينت سايد سكيورتي، فانا اقدر اغير الكلام ده كله. فبالتالي سهل جدا ان انا اعمل له باي باس. طيب لو انا دلوقتي جربت اكتب مثلا سكريبت اليرت كده وادوس لوجن، هيقول لك ارنت الاود سيمي كولن، مش معمول لها الاود خالص. في نفس الوقت الحاجات اللي انا بكتبها ديت بيقول لك انا مستخدم الجافا سكريبت عشان خاطر اعمل فلتر. طب انا ممكن فعلا اخترق حاجه زي كده. طيب خلينا دلوقتي بقى اجرب البرب. كل حاجه تمام. خلينا بقى نرجع هنا، انا طبعا دوست هنا هيقول لك انها ريكوايرد. طيب دلوقتي البرب شغاله تمام. خلينا نرجع نعمل فورورد. طيب دلوقتي انا لو جربت اكتب مثلا، ماشي اكتب ديت الاي بي بتاعي، افتح البرب اشيل الاي بي خالص واكتب اليرت واعمل فورورد، هلاقي ان انا
قدرت اتخطى السانيتايزنج اللي هو الجافا سكريبت والجي كويري. فبالتالي هاردلي او سترونجلي ريكومندد ما تشتغلش ابدا كلاينت سايد سكيورتي، اشتغل دايما في السيرفر سايد. يعني الكود ده طلع معمول بي اتش بي، لو خليته بقى يعني لو خليته بي اتش بي سيرفر سايد بقى دلوقتي، وجربت اعمل نفس اللي انا كنت عامله من شويه، واعمل فورورد، مفيش اي حاجه حصلت. انفاليد انبوت ليه؟ لان الكلام دوت مش بيشتغل على السايت بس، مش ده بيشتغل على السيرفر. فانا بستنى منك تبعت لي القيمه وبعد كده انا هفلتر هناك، انت مش هتقدر توصل للسيرفر وتعدل على الحاجه اللي جوه هناك. فبالتالي بيكون احسن بكتير في السكيورتي انك تشتغل سيرفر سايت. فديت حاجه مهمه جدا، ما تشتغلش ولا جافا سكريبت ولا جي كويري في السانيتايزنج. ممكن تشتغل الجافا سكريبت والجي كويري سانيتايزنج، بيكمل الجافا البي اتش بي سكيورتي اللي انت شغال بيه. يعني مثلا تعمل سانيتايزنج على الجافا سكريبت، تعمل سانيتايزنج بالجافا سكريبت ككلاينت سايد، وفي نفس الوقت عامل سيرفر سايد سكيورتي برضو بتعمل سانيتايزنج هناك، تشتغل سانيتايزنج بالاثنين دوت مفيش اي مشكله. انما سانيتايزنج واحد بس كلاينت سايد ديت بيشكل مشكله كبيره جدا، سهل انك تعمل لها باي باس. طيب خلينا بقى ممكن اجرب حاجه تانية اكبر من كده، خليني اجرب البيف. انا هجرب بس مثال واحد بسيط ليها. خليني بقى اقفل خالص اليوزر نيم بيف وال، ماشي هتظهر هنا احسن. خلينا اليوزر نيم بيف والباسورد بيف نفتح عادي. خليني بقى دلوقتي اروح هنا، نرجع تاني للزيرو هنا. خلينا بقى نفتح التيرمينال وناخد السكريبت دوت. اشيل خالص الكلام ده، طبعا البيف شغال على بورت 3000، فبالتالي انا شغال بالبورت بتاعه. هكتب هنا الاي بي بتاعي، الاي بي الداخلي، وبعد كده اعمل لوجين. مفيش اي حاجه حصلت. طيب بس ملاحظ ان في كونكتنج كتير بتحصل هنا. طيب خليني بقى دلوقتي اروح هنا على الموقع هنا ونعمل ريفريش. طيب خلينا نخش هنا. انا لو جيت افكر ابص على اللوج او الكرنت براوزر اللي شغال بيه، هتلاقي ان انا جايب حاجات كتيره جدا. جايب اللوكال هوست بتاعي اللي انا شغال عليه، جايب الريفيرال اللي انا شغال عليه الدي ان اس لوكال لوك اب، جايب الكوكي بتاعتي وهكذا، جايب الاي بي بتاعي، جايب السيرفر بتاعي، جايب حتى الاركتكتشر وهكذا. فتعمل مشكله كبيره جدا. يعني الموضوع مش واقف عند كده، ممكن يخش في الكوماندز، كل دي حاجات يقدر يشتغل بيها ويستغلها. خليني مثلا اشتغل حاجه بسيطه مثلا ديت، خليني اعمل لها اكسكيوت، وخليني اروح هنا. طيب هي كان المفروض ما يبقاش في الاوفلاين براوزر، كان المفروض ان هو يظهر هنا. فخليني الاول استنى ان هو يظهر هنا. خليني اعمل سكريبت دوت كده. خليني بقى ارجع هنا تاني. طيب دلوقتي ابتديت اظهر فعلا في اللوكال هنا صح، فكده احنا شغالين صح، المفروض دلوقتي اظهر في الاونلاين. طيب خليني بقى نرجع هنا للكوماند تاني واشتغل سوشيال انجينيرنج، اجرب حاجه تانيه. خليني اجرب البريت سيفت ديت واعمل لها اكسكيوت. خليني اروح هنا تاني، هلاقي ان هنا بيقول لي ايه فيسبوك سيشن تايمد اوت. ونفترض ان انا فاتح الموقع بتاع فيسبوك، ظهر لي حاجه زي كده، انا كيوزر عادي هعمل ايه؟ خلاص سيشن تايمد اوت، خليني اكتب يوزر نيم بتاعي عادي والباسورد بتاعي، مفيش اي مشكله. هكتب يوزر نيم والباسورد بتاعي، خليني اكتب بس فلير وباسورد،
او خلينا مسكت من 1 لحد 6 واعمل لوجن، مفيش اي مشكله. خلاص انا كملت عادي، انا دلوقتي فاتح لوجن مفيش اي مشكله. خليني بقى اروح هنا تاني، خليني افتح كوماند 3 اهو، ظهر لي الداتا اللي انا كنت كاتبها من شويه. كل دي حاجات بكل سهوله يعني، وان تاتش تقريبا بتقدر تشغل الحاجات دي كلها. فعشان كده البيف مشكله يعني، الاكس اس مش ثغره صغيره، الاكس اس مش عباره عن ان انت بتكتب سكريبت وبترفعه وخلاص. فبالتالي الاكس اس ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا. طيب خلينا نشوف حاجه تانية برضو في الاكس اس وهتعمل مشكله كبيره جدا بالنسبه لك، وهو الفريم بقى. دلوقتي خلينا نتكلم عن الفريم. خلينا خلاص احنا دلوقتي مش محتاجين الكلام دوت، خليني بقى ارجع هنا تاني واشيل الكلام ده خالص. طيب خليني اعمل هنا ديف الست سبميت. طيب خليني اكتب هنا مثلا، خليني اقول مثلا يوزر نيم، وخليني اقول هنا ايكوال اليوزر نيم. وهنا خليني اقول فورم اكشن مشتغل حاجه عاديه، خليها اكس اتش بي ميثود، خلينا نقول بوست انبوت تايب تكست نيم يوزر نيم انبوت تايب سبميت. الفاليو خليها سبميت مش مشكلة، النيم سبميت. طيب اعتقد ده يعني كود بسيط جدا. خلينا بقى نجرب هنا نعمل. طيب دلوقتي المفروض ان هو مثلا اكتب مثلا مارفل مثلا، هيقول لي مارفل، اكتب ايا كان اللي هكتبه هيكتبه، مش هقول لا. الطبيعي مثلا انا كاتب لليوزر ان هو بليز انسيرت يوزر نيم او حاجه زي كده، هيشتغل مفيش اي مشكله، وده معظم اللي الناس بتعمله، وده اللي معظم اليوزر فاكر ان هو بيعمله. انسيرت يوزر نيم، خلاص هكتب انسيرت اليوزر نيم، وهو البروجرامر فاهم هو بيعمل ايه، كل حاجه بس هو بيقولها لي وانا بعملها زي ما هو بيقول. طيب ما تيجي نجرب كده مثلا نعمل سكريبت، وغالبا مش هتشتغل بس خلينا نجرب. لا اشتغلت. ده كده معناها انا عارف ان في اكسس اس، ما فيش اي سانيتايزنج في الموقع، فكده انا عارف ان في اكسس اس هنا. طيب خلينا بقى دلوقتي نجرب يعني ايه فريم، الفريم ده ممكن يعمل ايه، او بلاش فريم، خلينا نشتغل حاجه تانية خالص. خلينا نشتغل ديت دلوقتي وبعد كده نشتغل فريم يعني حاجه ايه اكتر برضو. نفترض ان انا عندي موقع فيه كونتنت كبير بيشتغل، في كونتنت كبير طبعا، مثلا الصفحه الرئيسيه، النبذه عنها، الحاجات دي كلها، موقع كبير. فالموقع الكبير دوت لقيت ان انا صادف ان انا لقيت فيه انبوت مش معمول له سانيتايزنج، فهعمل حاجه زي كده مثلا. انا شلت المحتوى خالص بتاع الموقع، ودلوقتي اليوزر جاي بيخش بيقول له سوري وي ار كارينج اوت امينيتنس رايت ناو، كليك هير تو كونتيني. لو يوزر طبيعي هيقول لك خلاص ماشي انا هعمل كليك هير تو كونتيني، وهو اعمل كليك هنا. طيب انا عملت كليك هنا اروح لموقع مثلا معين، ارجع مثلا على الاندكس، حاجات زي كده. طيب انت فاهم، اليوزر فاهم ان انا ايه ده، لا ده الصفحه ديت، ونفترض مثلا ان ديت الصفحه مثلا بتاعت الباي بال دوت بي اتش بي مثلا. اليوزر فكر ان هو يروح على الباي بال دوت بي اتش بي ديت، لقى ان الصفحه بتاعت البي بال دوت بي اتش بي فيها ثغره، ثغره اكس اس اس فيها انبوت، فالانبوت دوت شلنا الداتا اللي فيه خالص، ف لقينا داتا جوه الموقع دوت بس في انبوت، فالانبوت دوت حطينا فيه الكود اللي احنا كنا لسه حاطينه من شويه، فالداتا اللي محطوطه في الموقع اتشالت خالص في الصفحه دي. فاليوزر جاي يفكر يخش على بي بال دوت بي اتش بي لقى حاجه زي كده، هيمي خلاص انا لقيت دلوقتي لقيت مينيتنس رايت ناو، فاروح بقى على الاندكس وبيقول لي كليك يرتك تاني، فاروح على الاندكس دوت بي اتش بي. الموقع الحاجه اللي انت دايس عليها هنا ديت هو ما يعرفش ان في ماليشس سكريبت بيحصل هنا. لو هو مبرمج او اتاكر بيفهم هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه زي كده، يعمل مثلا جافا سكريبت هنا اهو لوكيشن ايفل ويب سايت دوت كوم مثلا، الايفل ويب سايت دوت كوم دوت هيروح على مثلا صفحه اتاك دوت بي اتش بي يسحب بيها الكوكي، وبعد كده يعمل لك هيدر للاندكس دوت بي اتش بي بتاعت الموقع معين. طيب هتقول لي هو ليه عمله على هيئه لينك؟ عمل على هيئه لينك عشان خاطر انت ما تشكش. انت لما تيجي تدوس هنا
لو هو مبرمج، يعني لو هو مبرمج دلوقتي وجي يجي يدوس هنا هيلاقي ان في ايه، في علامه شباك هنا بتظهر، فكده معناها ان مش رايح لحته، فهيبتدي يشك. فيقوم مثلا يقوم يعمل انسبكت للاليمنت، يروح هنا يجي يبص، لا ده في هنا ايه، في الويب سايت ايه الموقع الغريب دوت ده، لا ده في حاجه هنا بتحصل غريبه مش طبيعيه. انما لو هو يوزر عادي مش فاهم حاجه زي كده، فبالتالي هيدوس على الموقع، هيدوس على اللينك دوت، فهيروح للموقع، الموقع ده هيسحب منه الداتا، بعد كده يرجعه على الاندكس تاني وهو مش فاهم ايه اللي حصل اصلا. فبالتالي ديت بتشكل مشكله كبيره. ده السكريبت اللي انا كنت عامله، عشان كده شلت السكريبت ده خالص وشرحت بالمثال البديل اللي هو بتاع الداتابيز. طيب فدلوقتي لو هو قدر يسحب الداتا ديت، سهل جدا ان هو يقدر يعمل امبرسونيت، خصوصا لو في كوكي قادر يسحبها، لان هو اللي هيعمله دلوقتي ان هو بيعمل ستيل للكوكي. طيب انا دلوقتي ايه اللي حصل، خلينا نشرح دلوقتي ايه اللي حصل. لو انا رجعنا تاني هنا، خلينا نشيل ده، كتبت مثلا h1 hello world، انا فاهم ان في داتا بتحصل هنا، الموقع بيتفاعل معايا عادي مفيش اي مشكله، وبيكتب الداتا دي طالما مفيش اي سانيتايزنج خالص. فانا ممكن دلوقتي اعمل ديف زي ما انا كاتب من شويه، اعمل الستايل بتاع البوزيشن بتاعه ابسولوت، التوب 0 بكسل والليفت 0 بكسل، الباك جراوند بتاعه كلر، الباك جراوند كلر بتاعه وايت، فمعناها الصفحه بيضه خالص، الكلر اللي انا هكتب بيه هيبقى بلاك، الويتس عباره عن 100% والهايت 100%، معناها الصفحه كامله. طيب جوه الديف دوت ايه بقى، هكتب سوري، ال سوري وي ار كارينج اوت مينيتنس رايت ناو، وبعد كده هعمل اللينك بتاعي. لو يوزر بيفهم شويه، لو قصدي يعني مبرمج بيفهم شويه او اتاكر بيفهم شويه، هيكتب، مش هيكتب كده، مش هيكتبها دوت طبعا حاجه لينك ديمو، هيبتدي يظبط في اللينك شويه او هيظبط في الديف ده شويه، بحيث ان هو يخليها واقعيه اكتر، رغم ان هي واقعيه بس هيخليها واقعيه اكتر، بحيث ان هو ايه ما يشكش فيها خالص. طيب فبالتالي هيقدر يسحب الداتا ديت، لان انا شلت كل الداتا اللي موجوده في الموقع عن طريق الديف دوت، لمجرد بس ان انا خليته ايه، التوب 0 بيكسل والليفت 0 بيكسل والباك جراوند كلر وايت، فشلت كل حاجه خالص موجوده في الموقع. طيب خليني دلوقتي اجرب حاجه تانية، خلينا نكتب الكود هنا مع بعض، خليني اكتب اي فريم الستايل بتاعه، خليني اكتب برضو بوزيشن فيكسد التوب 0 بكسل برضو، الليفت 0 بكسل، خلينا نقول بوردر 0. طبعا السورس اهم حاجه عندنا، https://google.com، ونقفل على كده. خلينا ناخد الكلام ده كوبي، خلينا نحط الكلام ده هنا. المفروض كده ان في حاجه غلط حصلت، خلينا نرجع هنا تاني. خلينا نقول نلن بقى وخلاص، برضو في مشكلة، احنا كان ناقصنا الهايت تقريبا والويتس، خلينا نشوف كده. طيب هو مش هيعمل طبعا كونكشن دلوقتي عشان خاطر انا فاتح ال، خليني ارجع، طيب اقفل النتورك هنا خالص، خليني ارجع هنا. طيب نكتب الكود تاني، المفروض ان انا دلوقتي لو انا فتحت هنا هلاقي ان انا على جوجل، بلاش طيب جوجل، خلينا نشوف حاجة تانية. نشوف السورس، السورس تمام مفيش اي مشكلة، https://google.com.
طيب اعتقد كل شيء تمام، مفيش اي مشكلة هنا. طب خليني طب اجرب اشيل البوردر دوت اشوف كده في حاجة معينة. خليني اجرب هنا تاني. هو كده معناه ان هو بيروح على اللينك عادي، مفيش اي مشكلة، بس هي الفكرة، دلوقتي يعني احنا شلنا الكونتنت خالص، كان المفروض ان دلوقتي يظهر جوجل عادي او يظهر فيسبوك زي ما احنا كنا قايلين من شوية. خليني بس اجرب اشيل البوردر واشوف كده، نجرب تجربة. طيب هو كده فعلا البوردر ظهر، ده معناه ان الموقع كله الموقع كله اتشال وظهر مكانه الموقع اللي احنا هنشتغل عليه، فالمفروض ان كده كل حاجه تمام. بس هي في مشكله بس في السورس، مش عارف في ايه. بس عامه انا قدرت دلوقتي اشيل الداتا اللي موجوده هنا بتاعت الموقع، وقدرت احط السورس، فقدرت احط السورس بتاعي. طب انا ممكن استفيد ايه بحاجه زي الفريم ديت؟ الفريم انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشتغل فيشنج مثلا بالسوشيال انجينيرنج، اعمل اشتغل فيشنج هنا. انا يعني مش هكمل المثال للاخر، بس انا عشان خاطر اوريها لك. خلينا نقول مثلا تقريبا كانت هنا، لا ما كانتش هنا، تقريبا في الكريدنشال. طيب هنا اهو، تعمل سايت كلونر وبعد كده تكتب الاي بي بتاعك عادي وحاجات زي كده. طيب الفكره في ايه؟ انا ممكن اعمل دلوقتي اعمل فيشنج بحيث ان انا اجيب الموقع نفسه هو هو بالظبط بكل حاجه، كستايل وحاجات زي كده، واعمل داتابيز من عندنا في الموقع، اعمل داتابيز لحاجه بسيطه للانسيرت مثلا. يوزر بيعمل لوجن، اليوزر اللي بيعمل لوجن ده طبعا في الطبيعي انك بتعمل سيلكت اول فروم، ومثلا وير يوزر نيم ايكوالز كذا وباسورد ايكوالز كذا. طيب اليوزر مش فاهم ان بيعمل ان انت بتعمل سيلكت، انت بقى مبرمج فاهم. ممكن تعمل ايه؟ اجيب الموقع كوبي بيست في الستايل واحطه عندي على دومين تاني خالص، واجيب الموقع اللي انا فيه الثغره دوت، وبالتالي اخش على الثغره ديت واعمل فريم في حته معينه، وعن طريق الفريم دوت اعمل ديليفر للموقع بتاعي. والموقع بتاعي دوت طبعا مش هيبان في اللينك هنا مهما كان اللي انا دلوقتي المفروض ان انا كنت رحت على الفيسبوك هنا، بس لو تاخد بالك انا في اللوكال هوست عادي مفيش اي مشكله. طيب فانت طبعا اليوزر مش فاهم ان هو راح للينك تاني خالص، فبيتنقل عادي مفيش اي مشكله. دلوقتي اعمل ايه في الموقع عندي؟ لوجن فورم، اليوزر هيعمل لوجن مثلا، فاللوجن دوت هيعمل سيلكت، لا مش هخليه يعمل سيلكت، هعمل ايه؟ هعمل داتابيز، واعمل بدل ما اعمل سيلكت اخليه يعمل انسيرت انتو. طبعا اليوزر فاهم ان هو مش هيعمل اللوجن بتاعه، هيعمل يوزر نيم وباسورد غلط، فبالتالي هيعمل لوجن باليوزر نيم والباسورد بتاعه. اليوزر نيم والباسورد بتاعه اللي هيكتبه بدل ما انا هخليهم يعملوا سيلكت، هعمل له ايه؟ انسيرت. اعمل انسيرت في الداتابيز بالحاجه القيمه اللي هو بيقول عليها ديت، فتبان عندنا بالقيمه ديت القيم اللي هو اليوزر بيكتبها. فبالتالي ممكن كمان ادمن يقع في حاجه زي كده مش واخد باله، مش هيبص على اللينك وهو عمال يتنقل كل شويه، فبالتالي يقع في حاجه زي كده فتسحب الاكسس بتاعت الادمن. وكده انت ولا محتاج كوكي ولا محتاج اي حاجه، انت كده عملت فيشنج وعرفت عرفت تصطاد ناس كتيره جدا بحاجه زي كده. طيب في كانت في مشكله، يعني في مشكله شبيهه برضه بحاجه زي كده، يعني مشكله حصلت فعلا، حاجه اسمها ستورد اكس اس اس. الستورد اكس اس عباره عن انها الداتا بتتخزن في الداتابيز، وهنتكلم عنها دلوقتي كمان شويه. بس المشكله دي فعلا حصلت، ان موقع مصاب بالاكس اس اس، الموقع دوت الاتاكر فهم حاجه زي كده فعمل ايه البروفايل بيكتشر بتاعه، هو كان موقع سوشيال نتورك، الموقع دوت او البروفايل بتاعه خلاه موقع مصاب، بحيث ان اي حد يخش على الموقع بتاعه او يخش على اللينك بتاعه بيقدر يسحب الكوكيز بتاعته وبيقدر يسحب البيانات بتاعته. تقريبا في يوم، في ظرف يوم واحد كان ساحب داتا كتيره جدا، قرب ال 100,000 واحد او حاجه زي كده، فشكلت مشكله كبيره جدا. فحاجه زي كده صعبه جدا انك تقع فيها، لانك لو وقعت فيها بتجيب ناس كتيره جدا او بتجيب ضحايا كتيره جدا معاك، فعشان كده لازم تصد حاجه زي كده. طيب خلينا بقى دلوقتي، يعني كفايه بقى نتكلم عن حاجه زي كده، خلينا نتكلم عن الباورز بتاعت الاكس اس كمان، وبعد كده نتكلم بقى في البريفنشن. طيب خلينا نروح لهنا. طيب خلينا نتكلم طبعا عن الطيب. طيب ال HTML5،
لو مبرمج فاهم جافا سكريبت وفاهم اتش تي ام ال 5 اي بي اي على الاخص، الاي بي اي يقدر يشتغل بيه بحيث ان هو يعمل اكسس على ال على اليوزر البراوزر بتاعه. كتير جدا بتيجي تشوف مثلا جوجل في الخدمه بتاعته يقول لك الجيوغرافيكال لوكيشن، بتلاقي ان هو قادر يقول لك الموقع وخريطه وكلام زي كده بال HTML5. الكلام ده بيحصل، فبالتالي الاتاكر ممكن يعمل ايه من عن طريق HTML5، يجيب لك يجيب الجيوغرافيكال لوكيشن بتاعك، يجيب الاي بي بتاعك، يجيب برضه في نفس الوقت حاجات معينه في السيستم بتاعك، فايلات معينه في السيستم، كمان يقدر يفتح الكاميرا بتاعتك من غير ما تاخد بالك، وفي نفس الوقت يفتح الميكروفون بتاعك. فيعني كل ده من خلال اكسس اس وال HTML5 لما بيكونوا مع بعض، يعني تقريبا جاب كل الاكسس اللي هو محتاجها عنك. طيب في كمان اكتر من كده، ممكن يعمل ايفنت هاندلر، يعمل ايفنت ليسنر، ديت حاجه في موجوده في موجوده في في الجافا سكريبت، بحيث ان هو يقدر يعمل لك كي لوجر عندك على الجهاز، اي حاجه انت بتكتبها بيقدر يشتغل بيها، بيقدر يسحبها ويخليها عنده في موقع او ايميل وهكذا. فعشان كده لازم تصد حاجه زي كده. طيب خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن الانواع بتاعت الاكسس اس. الاكسس اس عباره عن ثلاث انواع: ريفلكتد وستورد ودوم، دوم جافا سكريبت. طيب عشان خاطر اشرح لك حاجه زي كده، احنا محتاجين نتكلم عنها بحاجات معينه. حاجات معينه ديت لازم تكون طبعا اشكال، تقريبا دوت الحاجه الوحيده اللي احنا بنتكلم عنها باشكال او سكيما. طيب خلينا دلوقتي نفهم ايه اللي بيحصل. الستورد ودوت اللي حصل فعلا في حكايه البروفايل بيكتشر او البروفايل، لما الناس زارت اليوزر دوت فقدر يسحب الداتا بتاعته. اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ اتاكر عمل ايه؟ عمل مالicious data سكريبت. السكريبت دوت راح على الويب سايت، اتسجل او اتخزن في الداتابيز. طيب جه دلوقتي اليوزر دوت راح قال انا عايز مثلا موقع معين، ولنفترض دلوقتي، خلينا نفترض بقى بالمثال العملي اللي احنا بنتكلم فيه من شويه دوت. دلوقتي اليوزر اللي هو الاتاكر اللي هو عنده حساب على الموقع، قدر يعرف ان في ثغره هنا، فبالتالي راح قام عامل استغل الثغره ديت وراح قام عامل السكريبت بتاعه بالداتابيز مثلا دوكيمنت كوكي بتاعت اليوزرز، فحط الدوكيمنت كوكي او اللينك دوت مثلا في هنا في الداتابيز. بالتالي جه واحد انا عايز اشوف مثلا اليوزر كذا، ده اليوزر دوت مشهور فخليني اروح اشوفه، فراح طلب من الداتابيز انا عايز الموقع كذا، انا عايز اليوزر كذا. فالداتابيز ردت عليه وقالت له اليوزر دوت كذا فعلا موجود عندنا، فخد ال 200 اللي هي 200 اوك ريت اللي هي ستاتس اوك، فعلى كده راحت رجعت له هنا. طيب فلما رجعت له هنا لقى ايه؟ ان في ويندو لوكيشن اتش تي تي بي اتاكر دوكيمنت كوكي، اسحب الكوكي بتاعت اليوزر اللي طلب اللينك دوت وابعته لي على الموقع بتاعي اللي هو الاتاكر دوت. فبالتالي قدر يسحب الداتا وهو قاعد في مكانه، واي حد بيزور الموقع دوت بيقدر يسحب الداتا بتاعته دوت. بشكل بسيط جدا او بشكل موجز يعني ايه ستورد اكسس اس. طيب خلينا نروح نشوف يعني ايه ريفلكتد اكسس اس. دلوقتي خلينا نشوف ريفلكتد اكسس اس اللي بيحصل. تقريبا ريفلكتد اكسس اس هي اتسمت ريفلكتد لان اليوزر بيضرب نفسه من غير ما يعرف، يعني اليوزر هو اللي بياخد الحاجه بيعمل لها يعني بياخد الحاجه بيعمل لها ريكويست وبيعمل لها ريسبونس، وبعد كده بيرجع الحاجه لليوزر عادي، بيرجع حاجه للاتاكر من غير ما يعرف ان حاجه زي كده حصلت. طيب خليني دلوقتي اعمل مثلا بقول لليوزر ما تيجي تفتح اللينك دوت مثلا في تشيكس اوت مثلا لحاجه معينه، ده بنشوفه كتير جدا في الفيسبوك اللي هو يقول لك ايه ما تيجي تبص تفتح الاعلان كذا وشوف مثلا انا اشتريت كذا وحاجات زي اللي هم بيكتبوها ديت. تيجي تفتح مثلا موقع دوت بيوديك مثلا على اعلانات كتير، بيوديك جوه مواقع تانية وحاجات زي كده، من المحتمل واحتمال كبير جدا ان المواقع دي تكون فيها حاجات زي كده. فبالتالي انت دلوقتي عملت تشيك ذس اوت، السكريبت اتطبق هنا اتش تي تي بي اتاكر دوكيمنت كوكي، الريكوست دوت راح للداتابيز هنا اهو. دلوقتي اليوزر اتعمل له تريكت باي ذا اتاكر انت ريكوستنج ذا يور ال فروم ذا ويب سايت. يعني دلوقتي اليوزر دوت لما خد الريكوست، لما خد اللينك، فتح اللينك، فبالتالي اللينك ده اتحول للريكوست اللي راح للويب سايت، الويب سايت راح رجع لليوزر دوت الريسبونس عادي، وكمان بداخلها الماليشس داتا اللي اليوزر كان طالبها.
بعد كده البراوزر هيشوف ان في كود جافا سكريبت هنا، والبراوزر بيفهم جافا سكريبت، فبالتالي هيعمل اكسكيوشن، هيعمل اكسكيوت للكود دوت. وبعد كده الاكسكيوت دوت لما يعمل له الكود دوت لما يتعمل له اكسكيوت، هيلاقي ان هو ويندو ديسلوكيشن اتاكر ابعت لي الكوكي بتاعت اليوزر دوت على الموقع بتاعي دوت ريفليكتد. فبالتالي فين الريفليكتد في الموضوع؟ ان اليوزر اتبعت له حاجه، اتبعت له لينك، بيفتح اللينك، عمل ريكويست، بيرجع القيمه بتاعت اللينك ريفليكتد، الريفليكتد اللي رجع ديت الريسبونس اللي رجع دوت بيروح لليوزر عادي. فيعتبر اليوزر هو اللي ضرب نفسه، عمل ريكويست، رجع ريسبونس، وهو اللي بايده عمل الكلام دوت. طيب الدوم، وعشان خاطر تفهم يعني ايه دوم، لازم مثال بسيط جدا او مقوله بسيطه جدا تقدر تفهمها من خلالها، من خلالها الدوم يعني ايه. What happens in browser, what happens in JavaScript stays in JavaScript. يعني اللي بيحصل في الجافا سكريبت او اللي بيحصل في الموقع من جافا سكريبت بيفضل هو هو موجود في الجافا سكريبت، ما بتطلعش بره الجافا سكريبت. وهنفهم يعني ايه الكلام دوت دلوقتي. طيب الاتاكر عمل يو ار ال كالعاده وقال له اعمل تشيك ذس اوت، فاليوزر فتح اللينك دوت، فراح طلب ريكويست راح طلب ريكويست من السيرفر بالكلام دوت، فالبراوزر راح شاف الكلام دوت، راح عمل له ريسبونس، قال له فعلا الكلام دوت موجود عندنا، فراح بعت له ريسبونس. الريسبونس لما رجع له، او الفرق بقى اللي هنا اللي حصل ايه، انا دلوقتي مديله كود، فالكود دوت لما راح ما راحش كله، راح الكود اللي هو الكود اتش تي ام ال دوت، راح الكود دلوقتي اللي هو يعني انا دلوقتي مديله الكود دوت اللي هو فيه سكريبت وكلام زي كده. طيب اللي حصل ايه، الكود دلوقتي راح الكود ال HTML دوت لليوزر راح للسيرفر ماشي. بعد كده ما تنفس رجع، بعد كده اوك ما تنفس برضه لغايه اما عمل لود لكل حاجه خالص موجوده في الموقع. بعد كده بقى الكود بتاع الجافا سكريبت بيتنفذ. الفرق بين الدوم والريفليكتد ان الجافا سكريبت بتتعامل كانها محتوى من محتوى الصفحه، وبالتالي بتتنفذ اول مع تنفيذ الكود بتاع الصفحه، انما الدوم بتستنى اما المحتوى بتاع الصفحه نفسه بيترجم وبيتكتب، بيتعمل له ريندر، وبعد كده بيبتدي الكود نفسه بتاع الجافا سكريبت الماليشس بيتعمل له اكسكيوت. ودوت الفرق بين الثلاثه. طيب خلينا بقى نعرف، يعني تقدر دلوقتي تقول ان الفرق بين الستورد والريفليكتد والدوم، ان الستورد والريفليكتد اول ما انت بتستدعي الحاجه بتحصل كانها بارت من الموقع، او كانها بارت من الريكوست بتاع البراوزر لحاجه معينه، كانه جزء من الصفحه وبيترجم عادي. انما الدوم لا، بتستنى اما الصفحه كلها تكمل المحتوى بتاعها وبعد كده هي بتعمل لها اكسكيوت. طيب دلوقتي خلينا نعرف حاجه ثانيه، خلينا نشوف لو في حاجة تانية. دوت دلوقتي التايبس اللي احنا كنا بنشتغلها. طيب البريفنتنج دلوقتي، البريفنتنج بقى خلينا نتكلم عن البريفنتنج. دلوقتي البريفنتنج بيتمثل في حاجة اسمها اف اي اي او، فلتر انبوت اسكيب اوتبوت. فلتر انبوت دوت دوت يعني بشكل اساسي في الفلتر، في الانبوت فاليديشن دوت توتوريال معمول كامل هيبقى كبير، يعني مثلا نقول في قرب الساعه هيبقى فلتر انبوت او الفلتر فاليديشن وبعد كده اسكيب اوتبوت. فانا اكيد طبعا مش هشرح فلتر انبوت خالص دلوقتي، بس الملخص للفلتر انبوت ان انت مستني ان اليوزر يدخل مثلا داتا انتجر، يبقى هيدخل داتا انتجر. هيدخل داتا مثلا سترنج، يبقى مستني منه ان هو يدخل داتا سترنج. للاسف الداتا اللي هي بتعمل لها الداتا اللي بتعمل لها عليها فلتر ديت بتقدر عادي جدا انك تخترقها. فالجزء الاهم في الموضوع كله ان انت تعمل اسكيب للاوتبوت. طيب فالسكيب للاوتبوت دوت اهم حاجه جدا، اهم حاجه في الموضوع. السكيب للاوتبوت يعني ريكومندد ما يشتغلش لوحده، يشتغل مع الفلتر اوت، مع الفلتر انبوت، مع ان اهم حاجه هو السكيب اوتبوت، بس دي حاجه مهمه لازم تشتغلها. طيب البريفنتنج عامه بيشتغل بكذا حاجه. البريفنتنج طالما بتشتغل بفلتر لازم تبقى عارف ان الفلتره اللي انت هتشتغل بيها لازم يكون في وايت ليست او على الاقل بلاك ليست، او وايت ليست وبلاك ليست، وعلى الاقل واحده فيهم تكون موجوده. برضه في نفس الوقت خلينا نقول برضه لازم يكون عندك HTML entity و HTML special shards. طيب في فرق طبعا بين HTML entity و HTML special shards دوت هنشرحه دلوقتي. فخلينا نشوف مثلا لو انا جربت اعمل كده، يعني خلينا بقى نشيل الكلام ده.
خلينا بقى دلوقتي نقول هنا نعمل ايكو HTML entity، وخلينا نقول هنا مثلا ماشي، خلينا نقول مثلا كده، مش مشكلة، خلينا نقول كده. وبعد كده نقول implode implode، بعد كده هنعمل array value، وبعد كده هنقول get html translation table html entity HTML entities. لا احنا عايزين HTML entities بس، و HTML entities كمان مش كده، تبقى هنزود دوت. وبعد كده خلينا نقول البارامتر التاني بتاع ال function ديت عبارة عن backslash t عشان خاطر بس يكون الموضوع ايه باين اكتر. طيب وخلينا نعمل ايكو، خلينا مش مشكلة نقول هنا، خلينا بقى دلوقتي كده استعرض HTML entity ديت بتقدر تفلتر على كام حاجة بالظبط. invalid argument undefined constant. طيب HTML entity نشوف بس الباقي ال specs. get html translation table get html translation table html entities، المفروض كانت تبقى كده. طيب وبعد كده نعمل كده وزود على array values، هتعامل معاها غلط خالص، مش كده ينفع تبقى كده.